ايقاناً بقدرات الشباب وطاقتهم في إعادة إعمار سوريا، كان لابد من البحث في الطرق المثلى لتوظيفها في الإصلاح الإداري والتنمية البشرية. أقامت وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مؤتمر الشباب الأول برعاية الرئيس بشار الأسد تحت شعار شباب مبدع مؤسسة رائدة. بيكتسب المؤتمر أهمية خاصة نظراً لأمرين، أولاً هو الالتفات إلى الشباب بهذه المرحلة والتأكيد على دورهم بمرحلة البناء وإعادة الإعمار، التأكيد على دورهم بناء على قاعدة أساسية ومعرفية تنطلق من سبر احتياجاتهم المعرفية والمهارات واحتياجاتهم التدريبية، وتأمين كل هذا من خلال وزارة التنمية الإدارية التي ستعمل على تأهيل كافة معارفهم ومهاراتهم لولوجهم في مؤسسات الإدارة العامة والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة. طلاب سوريا منصة حوار أولية في مفاهيم التنمية البشرية والإدارية وأيضا الإصلاح الإداري بعناوين على مستوى الدولة وأيضا عناوين على تتناسب وطموحات الطلاب والشباب، وخاصة فيما يتعلق في الجانب التعليمي الذي هو هاجس أساسي للطلاب السوريين. المادة الضرورية والأساسية لمجل يعني إعادة أعمار سوريا هم رجال الجيش العربي السوري، هم الشباب الموجودين في الجامعات، هم كل شيء في سوريا، وبالتالي لإعادة أعمار سوريا وبناء سوريا بشكل سليم يعني وقيم لابد من الاهتمام بمشاكل وشؤون الشباب السوري. الآن ما نعمل عليه سواء تربية أو تعليم عالي هو لابد مع القرن 21، وهذا ما تعمل عليه كل منظومات التعليمية والتربوية في العالم، تحقيق كفايات القرن 21. اليوم طلبة الجامعات لابد أنه من هلأ يواكبوا هذا العمل. المشروع بدأ وانطلق، مشروع مهام جدا. الطلبة وقت بتواكبوا من الآن بكرة بتطلع لسوق العمل إن شاء الله، سوق العمل هي جاهزة بهذا الملف. إعادة البناء بحاجة إلى كوادر مؤهلة حقيقية. الشباب هن خلينا نقول اللبنة الأساسية في إعادة الإعمار عموما، وبعتقد يلي هن أساسا حاملين بالمرحلة القادمة حاملين هموم الوطن على كتافهم. فإذا كان شبابنا واعيين مؤمنين تماما بالشيء اللي بدهم يشتغلوا، فبتصور الوطن رح يرتقي بالأداء وعلى مستوى العام. وبهدف نشر ثقافة التنمية الإدارية وتعزيز مفاهيم التطوير والإصلاح الإداري لدى شريحة الشباب ليكونوا حوامل مستقبلية في تمكين بناء مؤسسات الدولة وترشيد نظامها الإداري، قدم عدد من الشباب أوراق عمل لرفع كفاءة أداء الموارد البشرية الشابة ومعرفة احتياجاتها التدريبية ومناقشتها. أنا العنوان اللي اخترته هو بيتعلق بالتحديات والصعوبات اللي بيواجه الشباب بسوريا، الفرص المتاحة حتى المعوقات إجمالا. ورقة عمل بعنوان دور الإصلاح الإداري في محاربة الفساد. هدفت الورقة بشكل أساسي إلى توصيف الأسباب الحقيقية للفساد الإداري في بلدنا ومحاولة وضع خطة متكاملة لمحاربة الفساد واستئصاله من جذوره بناء على إجراءات علاجية ووقائية. ورقة العمل هي انطلقت من صميم الواقع احنا عم نعيشه اللي هي التعليم الجامعي بين جمود النص مرونة الواقع. الهدف الأساسي من أنه تفعيل الجانب العملي عند الشهادة السورية. تستمر أيام المؤتمر حتى 14 من الشهر الجاري لخروج بتوصيات تكون الدعائم الأساسية للإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية في المرحلة القادمة لإعادة إعمار سوريا. شباب مبدع مؤسسات رائدة، تحت هذا الشعار انعقد المؤتمر الشباب الأول للتنمية البشرية بهدف تطوير الطاقات البشرية لإعادة إعمار سوريا في خطوة لمشروع وطني شامل. للإخبارية السورية من جامعة دمشق، متي الكربوش.